هذه الزيارة ذات رمز كبير إلنا. يأتي قداسة البابا في السنة الأولى من سيامته حبرا أعظم إلى هذا القطر، ومن هنا يتجه إلى القدس، ومن هنا يتجه إلى القدس. وتنظيم هذه الزيارة فيه مغازي وفيه ملامح عميقة قوية لمن يلمحها، قلب قداسة البابا على فلسطين وعلى شعب فلسطين وعلى ما عانى شعب ويظل يعاني شعب فلسطين. الحبر الأعظم يعلم أن من واجبه الروحي أن يدافع عن حقوق المضطهدين في كل العالم. قداسة البابا لا يختار بعض المظلومين فيساعدهم ويترك المظلومين الآخرين، هو لجميع المظلومين ولجميع المشردين من ديارهم. هذا في رسالة قوية جدا. وجود الحبر الأعظم في بلدي الأردن مفخرة وعز كبير للأردن.